أقول لك يا عبد الله، هل استغنيت عن الله؟ هو الذي خلقك ورزقك وأطعمك وسقاك وعفاك في جسدك وغير ذلك، هل استغنيت عنه؟ إن كان الرزق حاجزا بينك وبين الصلاة، اعلم أنك لن تموت حتى تستوفي رزقك كاملا. وإن كان الرزق بالحيلة والقوة، ما كان للعصفور رزق مع الصخر، وإن ركب الإنسان الخيل هاربا من رزقه لركب الرزق الريح وأدركه. أقول لك أخي الحبيب، على صغر سني وقلة علمي، تزود من التقى، فإنك لا تدري إن جن ليلا هل تعيش إلى الفجر. فكم من شاب أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. صلي ولا تقول لي أن هناك وقت. فكم من سليم مات بغير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. تزود من التقى، فإنك لا تدري إن جن ليلا هل تعيش إلى الفجر. واعلم أن دقات قلب المرء قائلة له أن الحياة دقائق وثواني، فاعمل لموتك قبل موتك ذاكرا، فالذكر الإنسان عمر ثاني. تأتي الصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جئت بنقص بما قد كان منك من شرك الرياء. وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، تدبر للأمور بالارتقاء. ويا ليت التدبر في مباح، ولكن في المشقة والشقاء. وإن كنت المجالس يوما أنسى قطعت الوقت بغير اكتفاء. أيا عبد لا يساوي الله عندك أنسى، تناجيه بحب أو صفاء. والسلام عليكم ورحمة الله.